شاطئ مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان قبلة سياحية ووجهة للعديد من العائلات والمصطافين من الولايات الجنوبية لقضاء عطلة الصيف. جينا من ولاية ميمون، راك عارف مع السخانة وموسم الاصطياف هذا، جينا لهنا لهذا الشاطئ اللي هو مرسى بن مهيدي، والحمد لله لقينا كل شيء تبارك الله. في الحقيقة زعما عام ما نخرجوش لمدة الاصطياف هذه السخانة عندنا في عين صالح، ومن نجيو هنا نصيفوا بلادنا نفرهدوا من نسو، وجينا هنا كل شيء مواجد، الدرك الحماية لابلاج نقي ما شاء الله. والله الحمد لله زعما يلقاو الراحة تاعهم العائلات الجزائرية هنا، يجوا هنا في الحمد لله يلقاو الراحة تاعهم بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة. بالنسبة للأمن والحماية ما شاء الله ما شاء الله، الحماية الأمن ليل نهار. توفر الإمكانات السياحية داخل الشواطئ خاصة فيما تعلق بالأمن والحماية أبرز المقومات التي تشجع السياحة الداخلية في الجزائر. الحمد لله احنا جينا دي واحد السيمانة هنا ما شاء الله، لابلاج غاية بيان، يجي من كل جهة الولايات وبلادنا تسخر بمناطق و قاعدة سياحية كبيرة جدا. أتمنى من كل أعماق أن المواطنين يركزوا يقدروا معنا يقدروا هذه الإمكانيات اللي تسخر بها بلادنا، ونتمنى كذلك من السلطات أيضا تنظر باهتمام أكبر، هو كان اهتمام ولكن أكبر للسياحة الداخلية، لأن صراحة دعم الاقتصاد الجزائري. يبقى شاطئ مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان غير الشواطئ الجزائرية التي تعتبر وجهة لقضاء عطلة الصيف.